ضيفنا في هذا الأسبوع سيكون معنا رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في السودان وهو السيد عفيف البراشي للحديث عن أوضاع الطلاب هناك. سيد عفيف مساء الخير وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. مساء النور. أهلا بك سيد عفيف. يعني تشهد السودان أوضاع مؤسفة للغاية وأنتم متواجدون هناك طلاب يمنيين وجالية يمنية، حدثنا عن أوضاعكم. الحقيقة نحن اليوم في يوم السبت يكون قد مر أسبوع كامل على بداية الاشتباكات المؤسفة التي بدأت في السودان. نعم. والسودان يتواجد فيه يعتبر من أكبر الجاليات اليمنية الموجودة في الخارج، وكذلك الجاليات الأجنبية الموجودة في السودان. السودان فتحت الأبواب لليمنيين وتوافد إليها أعداد كبيرة من أبناء الجالية والطلاب اليمنيين. حاليا الطلاب اليمنيين والأسر اليمنية تعيش وضع صعب جراء الاشتباكات في مختلف مناطق الخرطوم. شكلت لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع اليمنيين كطلاب وأسر وأبناء جالية، بالاشتراك ما بين السفارة والجالية والاتحاد ساهمنا في إجلاء البعض من مناطق الصراع. تتوسع مناطق الاشتباكات وتتطور، وحقيقة الوضع الحالي الذي يعيشه اليمنيون في السودان وضع إنساني صعب جدا جدا. ورغم مرور أسبوع كامل إلا أن عدم التفات الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية والشخصيات اليمنية إلى الاهتمام بهذه الشريحة. والحقيقة قد ربما نصحو يوم من الأيام على وجود كارثة. الآن أنا أسجل لكم هذا الكلام ويوجد لدينا ما يقارب 80 من الزملاء في أحد السكنات واقعين تحت ضغط الاشتباكات من مسافة صف سكن. الكثير من الرصاص الذي يطيش إلى داخل السكن يتواجدون في البدروم، يتواجد لنا طلاب آخرون في مناطق مختلفة. نحن ما حاليا بحاجة إلى إجلاء طيب اليوم. في البداية يعني أنتم اليوم يعني جميع الناس نستطيع القول أنهم في مأمن حتى اللحظة، ولم يوجد لا يوجد أي ضحايا، لا يوجد أي ناس يعني تعرضوا لأي إصابات من هذه المواجهات أو مثلا استهداف لمنازلهم أو هكذا. لله الحمد لا توجد أي إصابات، لكن الناس يعيشوا ضغط نفسي لمدة أسبوع كامل. كثير من الجاليات والدول أجلت رعاياها إلى مدينة جورج سودان، المدينة الساحلية التي يتواجد فيها مطار دولي لم يتعرض للضرر، ويوجد فيها ميناء بحري. حاليا نحن في لجنة الطوارئ غير قادرين على إجلاء الناس، عدم وجود الإمكانيات الكافية لإجلائهم. بالأمس تواصل معنا دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك ووعدنا بأنه سيتم متابعة موضوع اليمنيين هناك والترتيب مع الوزارات المعنية. اليوم فتح الباب لإجلاء كثير من رعايا الدول. نزلت كثير من الدول أنها ستجلي رعاياها، السعودية، الأردن، العراق، الدول الأفريقية. هؤلاء الطلاب يتم إجلاءهم وإخراجهم من وسط أماكن يتواجد فيها الطلاب، وهذا يشكل ضغط نفسي إضافي. أنه هؤلاء الطلاب لا يوجد يعني إمكانيات أو ربما مساواة حتى في المعاناة. نعم. مع الآخر. طيب يعني أنت تتحدث بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك وجه ووعد بأنه سيتم إجلاء يعني جميع الطلاب وأيضا أبناء الجالية، ولكن حتى الآن لا توجد أي استجابة. السفارة هي على مقربة منكم وأنتم بكل تأكيد على تواصل مع السفير والملحقيات هناك، ماذا يقولون لكم حتى اللحظة؟ والله الحقيقة السفارة سعادة السفير يعني فوض ملحق شؤون المغتربين للمتابعة من خلال لجنة الطوارئ. نعم. إمكانيات السفارة محدودة، الوضع أكبر من السفارة وأكبر من الاتحاد وأكبر من الجالية. الوضع يستدعي تدخل. نعم. على المستوى تدخل على مستوى رئاسة الدولة، ونحن نعم. من هنا نناشد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى التفاتة حقيقية. لدينا ما يقارب 2000 يمني في وضع إنساني صعب،
حتى المناطق التي في الخرطوم التي لا يوجد فيها اشتباكات في اللحظة الحالية، نعم يكون انعدام للخدمات، لا كهرباء ولا ماء. احنا الآن مهددين بفقدان التواصل بكثير من الزملاء لانطفاء جوالاتهم. هذا قد يجعلنا نصف يوم على فاجعة ومأساة لا يحمد عقباها. ولذلك نحن الآن نناشد ونطالب وندعو الجهات الرسمية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة نعم اليمنية، تجار، رجال الأعمال، هؤلاء من أبناء اليمن، من إخوانكم، من أبنائكم، ساهموا معنا في إجلائهم. إن لم يكن إجلاء خارجيا فليكن إلى بورت السودان كمدينة آمنة يتوفر فيها أدنى مقومات الحياة. نعم إذن كان الله في عونكم، ونتمنى لكم السلامة، ونتمنى أن تصل رسالتك إلى المعنيين ويستجيبوا لكم بأسرع وقت. أشكرك جزيل الشكر رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في السودان، كنت معنا سيد عفيف البراشي، شكرا جزيلا لك.